أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج 10 سكايب، حديث عراقي. في كل برلمانات العالم، في كل المجالس النيابية في العالم، بعد تشكيلها يشكلون لجان، لجنة للتربية ولجنة للزراعة ولجنة للصناعة ولجنة التعليم العالي وهكذا، ولجنة للأمن ولجنة للخارجية وهكذا، يعني في كل برلمانات العالم وفي كل المجالس النيابية. هذه الصيغة لكي يرسموا هذه اللجان، فيها من الخبراء، فيها من المهتمين، فيها أصحاب الاختصاصات في هذه البرلمانات، يرسمون الفكر، الإطار الفكري والتشريعي للسلطة التنفيذية لكي تشرع في تنفيذه. هذا ما يحصل في كل العالم. في العراق بعد 2003 شكلوا ما يعرف بهذه اللجان. يوم أمس أقرأ لعضو اللجنة الزراعية النيابية، واحد من أعضاء اللجنة الزراعية النيابية بدون ذكر الأسماء، يقول إن مخابرات دول أجنبية وراء حرائق مزارع الحنطة وغيرها في العراق. طبعا الحرائق هذه للسنة الثانية تتكرر في العراق، مزارع الحنطة تحرق والفاعل مجهول طبعا، والتهم جزافا ترمى هنا وهناك، بدليل أنه أحد أعضاء لجنة الأمن أيضا النيابية، والكثير منه طبعا أيضا الكثير مثله، يقولون أن حرائق الحنطة في العراق تحمل بصمات عناصر تنظيم داعش. طبعا مثل ما قلت، هذا يتكرر الموسم الثاني على التوالي مع قرب موسم الحصاد. طيب، دائما ما يقال ابحث عن المستفيد وراء أي جريمة يعني ليس فيها دليل على الجهة التي تقوم بها، يعني التهم ترمى هكذا جزافا، ابحث عن المستفيد في هذه الحرب الزراعية على العراق. طيب، إذا كانت صلاح الدين والأنبار والموصل تحرقها عناصر من داعش وفقا يعني القياسات الفكرية الطائفية التي تتبناها أحزاب السلطة، فماذا عن مثلا الذي يحرق المزارع، مزارع الحنطة في بابل، في النجف، في ميسان، في البصرة، في الديوانية، في واسط؟ ماذا عنهم؟ هؤلاء هل أيضا داعش؟ وحرقت فيها آلاف الدوانم، لحد يوم أمس كان عدد الدوانم التي أحرقت لحد الآن من الحنطة 11,505 دونم أحرقت، والفاعل مجهول طبعا. هذه القضية غريبة عجيبة طبعا. ما دمنا نتحدث عن المستفيد، فأقول أن المستفيد الوحيد من هذه العملية هي إيران، وهذه ليست تهمة، يعني لا نرمي التهم جزافا. ميزان تجاري الآن بين العراق وإيران يميل من عام 2003 لحد الآن، يميل بكفة واحدة هي إيران، وطريق الاستهلاك يسير باتجاه واحد هو العراق. طيب، استنزاف غير مسبوق لثروة العراق وتدمير منظم لمقومات الاقتصادي، هذا ما يحدث في حرق زراعته وفي حرق المحاصيل الزراعية وبالذات الحنطة. والحديث يعني المسؤولين في الزراعة يتحدثون أنه بإمكاننا أن نحقق الاكتفاء الذاتي من الحنطة. سأقول لكم ربما أرقام بشكل سريع، وأقفز من قضية قبل أيام أثارها صالح الحسني اللي هو وزير الزراعة في وزارة عادل عبد المهدي التي اضطرتها التظاهرات الاستقالة. قال إن نحن يعني بمزاد العملة بالبنك المركزي العراقي فتحوا الاستيراد ب90 مليار دولار لوزارة لاستيراد النبق والثوم والشوندف، وأثارت الدنيا عليه، قامت الدنيا ولم تقعد بسبب هذا الكلام. دعنا من هذا، لكن أقول فقط الطماطة والرقي والبطيخ، يعني هاتان السلعتان استوردهم العراق من إيران عام 2017 قبل 3 سنوات بنحو 4.5 مليار دولار، فقط البطيخ يعني الرقي والطماطة، فقط هذه المادتين استورد بأربع مليارات ونصف المليار دولار. في عام 2016 قبله بسنة كان استيراد من الرقي من إيران بخمس ملايين، يعني 5 ملايين كيلوغرام من الطماطم أقصد،
استورد بلغت حوالي قيمتها مليون دولار. شنو اللي خلى المبلغ يقفز إلى في عام 2017 إلى هذا المبلغ المهول؟ لا أعرف. في عام 2017 يعني استورد العراق نحو 6 ملايين، يعني بعد أن استورد 5 ملايين كيلوغرام طماطم، في عام 2017 استورد 6 مليارات و500 مليون كيلوغرام من الطماطم. طبعا هذه الكميه مثل ما قلت اللي هي 6 مليارات و500 مليون كيلوغرام من الطماطم كلفتها وصلت الى مليار و600 مليون دولار. طبعا هذه الكميه كما ذكرت احدى الجهات الاعلاميه قالت بحسابات بسيطه انها تعادل مجموع ما استوردته كل من كندا وبريطانيا واسبانيا من الطماطم في ذلك العام. لاحظ القضيه الغريبه اللي كل شيء لا يعقل، لكن في عراق العجائب يعقل هذا. يعني أن يقفز استيراد بلد من مليون دولار إلى مليار و655 مليون دولار في عام واحد، هذا يحدث في العراق فقط طبعا. أما ما استورده العراق من الرقي عام 2016 بلغت قيمته حوالي 16 مليون دولار، وبعام 2017 العام التالي بلغ استيراد العراق من الرقي 2 مليار و800 مليون دولار. لاحظ القضية المضحكة المبكية، أن نستورد رقي من إيران ب 2 مليار و800 مليون دولار، يعني ما يساوي هذا الرقم يساوي 5 أضعاف مخصصات وزارة الزراعة في الموازنة، موازنة العراق في العام ذاته في عام 2017. هذا طبعا أمر مضحك غير قابل للتصديق، لكن في العراق كل شيء قابل للتصديق لأنه هو غطاء لشرعي لتهريب العملة الصعبة من العراق إلى إيران. الأرض الزراعية طبعا في العراق مثل ما تعرفون تقلصت إلى نحو يعني 25% مما كانت عليه يعني قبل 20 سنة، يعني كانت الأراضي الزراعية نحو 48 مليون دونم، الآن حجم الأراضي التي يعني مساحة الأراضي التي تزرع أقل من 10 مليون دونم. فلاحظ هذا الفرق، من يتحمل مسؤوليته؟ لماذا هذا؟ يعني لماذا يتحول العراق إلى صحراء، ولماذا يتحول إلى باب مفتوحة للاستيرادات؟ من هو المستفيد؟ إذا من يحرق الحنطة في العراق؟ دعنا من داعش، إذا كانت داعش تحرق في مثل ما قلنا في هذه المدن، فمن يحرق في المدن الوسطى والجنوبية؟ إذا هناك مخطط، هذه يعني بندقية تعمل لصالح إيران، مهما كان اسمها، مهما كان عنوانها، هي التي تقوم بحصاد كل هذه الثمرات لصالح إيران. الحلقة انتهت، كان بودي أن أقول لكم أن هذه القضية تتكرر في كل سنة، والحرائق تشتعل ليس فقط في الزراعة، لكن حرائق العراق تشتعل من عام 2003 لحد الآن في كل مكان، مع الأسف الشديد. أترككم برعاية الله وألتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله.